والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. وزميلة دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك دينا، شكرا لك هبة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش، والذي أشار إلى أن سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي مجال البنية التحتية العامة، سيظل محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة. وأفاد تقرير وكالة فيتش أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزا قويا للاستثمار في السوق بسبب تطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار، وخطط الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالة كورونا في الصين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 65% لتصل إلى 80 دولارا و30 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% ليصل إلى 76 دولارا و19 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.2 دولارات للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.63% لتسجل 5 دولارات و34 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الأسواق الخليجية، اختتمت التعاملات على تباين وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة، وحول المؤشر القياسي للسعودية خسائره صباح اليوم ليغلق مرتفعا 9%، كما زاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 3%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي في أبو ظبي بنسبة 2%، كما امتدت الخسائر لمؤشر قطر الرئيسي لينخفض بنسبة 2%. تتوقع عمان عجزا بقيمة 1.3 مليار ريال في موازنة عام 2023 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع عمان إيرادات بقيمة 11.7 مليار ريال ونفقات بقيمة 13 مليار ريال العام المقبل. ومن جهتها توقعت وزارة المالية أن يصل الإنفاق في العام المقبل بما يزيد عن 7% على الإنفاق المعتمد للعام الحالي. كما سجل الين أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار، بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام. وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5% عند 132.25 ين، وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام بنسبة 46%، صعودا من الحد الأقصى السابق عند 25%. وكانت مكاسب الين كبيرة إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 140.7 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني
أيضا بنحو 3.4% إلى أدنى مستوياته منذ 12 من أكتوبر عند 160.34 ين. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى هبة ودينا. إليكما. شكرا لك دينا.